بيكم مرة تانية مشاهدينا وفقرتنا الرئيسية التانية لهذه الحلقة خيانة واي فاي. خيانة واي فاي رواية اجتماعية رومانسية لطيفة جدا بتناقش العلاقات الأسرية بشكل مختلف. اسم الرواية كده بيقول لنا ان في مشكلة، والمشكلة دي عن طريق الانترنت، يعني مشكلة جديدة، مش مشكلة الخيانة الجديدة، مشكلة الخيانة قديمة قوي، من قديم الازل يعني، بس الطرق الخيانة هي اللي جديدة، طرق الخيانة هي اللي مختلفة. طبعا احنا هنعرف كل التفاصيل الرواية دي من ضيفتنا اللي برحب بيها في الاستوديو، كاتبة سلافة محمد شرقاوي. اهلا بيك يا سلافة. اهلا بحضرتك سلافة. قولي لي بقى، انت ايه اللي خلاكي تكتبي الرواية دي؟ هو بالاسم. رغم ان الاسم بديهي جدا ان انت بتتكلمي عنه، الا ان هو دلوقتي بنتكلم في فكرة ان الواي فاي بقى زي المية والهواء في حياتنا. انت بتدخلي في اي مكان تسألي اذا كان في نت، وكل الناس عندها نت في موبايلها. فدلوقتي ايه الواي فاي ده بيأثر الاماكن دلوقتي، لو ما فيش واي فاي الناس ما تقعدش بالظبط كده. فبيأثر ازاي علينا، وبازاي يخلي فكرة الخيانة مختلفة؟ هي الخيانة زي ما حضرتك قلتي من قديم الازل، لكن ازاي دلوقتي بقت الفكرة مختلفة؟ ان اسهل بكتير. يعني الاول كان بيبقى فيه معاناه مثلا، انا حبايب لكن دلوقتي لا، سهل جدا في متناول ايدين الجميع. يعني انت معاكي تليفون، وفي كتير من الابلكيشنز بتسهل الموضوع ده بسلاسه ولطف، والراجل قاعد او الزوجه على حد ما، يعني على حد سواء، ان الاثنين موجودين وهو قاعد في بيته ومراته جنب منه، ممكن يكون بيخونها. يعني ما حدش، هي مش هتقعد تمسك التليفون وتقعد، حتى لو قعدت ومسكت التليفون وقلبت فيه، ما هو ممكن يعمل ديليت لكل حاجه هو بيعمل ويغير يعني اسم فالروايه المعلومات فتشي كويس بقى المره الجايه. الروايه بتطرح طريقه معالجه الخيانه بالطريقه دي، ولو هل فعلا هو الراجل بطبعه بيخون، ولا فيه الواي فاي بيسهل له الموضوع ده انه حتى لو مش في دماغه ممكن يكون. انت حضرتك بتتكلمي على الواي فاي بشكل عام، يعني هو ممكن يكون على فيسبوك، وممكن على واتساب، واي بأي حاجه بأي طيب. يعني الفيسبوك طبعا ممكن يسهل له ده، لانه يعني قاعد في عالم والفايبر واللاين. هو لو يعني بالطريقه المتاحه دي ممكن ممكن يبقى الموضوع سهل جدا، حتى لو مش في دماغه يبقى في دماغه. طب يعملوا ايه بقى؟ بصي، هو الخيانه نفسها، هل هي حضرتك هنا بتعالجي احنا نقدر ازاي نمنع الخيانه عن طريق الانترنت؟ لا، انا بقول هو لو الراجل مش اصلا طبعه خاين، هل نعاقبه زي اللي هو بطبعه خاين؟ ما هو ده خاين وده خاين. ايوه، الخيانه اصلا ما هو ده خاين وده خاين. الخيانه اصلا فكرتها وعند الست واحده، تمام. انا متفقه معاكي، او خيانه حسيه هي واحده بس. هل الحب ما يقدرش يداوي الموضوع ده؟ بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان انا دلوقتي عرفت مثلا، خلينا نقول ان الراجل مش طبعه الخيانه قوي، وخان زوجته مثلا عن طريق الروايه فيها طريقتين، يعني معالجتين، وفي حب ما بينهم، وفي حب بين الاثنين، هي في ردود افعال متناقضه، تعمل نفسها مش واخده بالها. لا، في ردود افعال متناقضه، ده بقى يقرا الكتاب. يعني في في ست تعمل نفسها مش واخده بالها عشان على اساس، وفي ست تانية ما تقدرش تعمل كده عشان دي ما تقدرش تعمل كده، فبتبتدي ان هي تراقبه زياده، فكل ما بتراقبي زياده كل ما الحيل عنده الابداع بيطلع في الحيل. يعني كل ما انت بتراقبي اكتر، وبتفتشي في التليفون اكتر، وتفتشي في اللابتوب والكمبيوتر بتاع جوزك اكتر، كل ما هو بيبقى عنده حيل اكتر بكتير جدا ان انت ما تكتشفيش الموضوع ده. يعني بتفتكري نفسك ذكيه ومسيطره على الموضوع. بصي، هو في هنا عندنا نوعين من يعني شخصيتين من السيدات من الزوجات. كل واحده ليها رد فعل مختلف، وليها طريقه مختلفه في معالجه الامر. ده بيسهل ان الناس اللي هي ليها، يعني انت من الشخصيه دي تقدري تعرفي اصل البني ادم ايه. لو عملت كده، طب لو انا عملت كده يبقى بيحصل ايه. يعني تقدري لو انت من الشخصيه الاولانيه تشوفي رد فعل الثانيه ووصلت لايه، ولو من الشخصيه الثانيه تشوفي رد فعل الاولانيه ووصلت لايه. بيحل فكره ان ما بتفضليش تتسائلي طب ما انا كنت عملت كده احسن. لا، الاثنين موجودين بردود افعالهم المختلفه. يعني بتقولي للستات تعمل ايه؟ نوعين من الستات تتصرف ازاي لو هو من النوع اللي معاها، يعني من النوع الزوج اللي موجود هنا. وبرده الزوجين شخصياتهم مختلفه وردود افعالهم مختلفه. بس برده هو ازاي بني ادم ممكن يكون خاين؟
هل هو فعلا الزوج بطبعه ان هو عايز يخون مراته، ولا التسهيل بتاع الواي فاي اللي بقى زي الهوا ده ممكن يخليه في لحظه ضعف، لان كلنا ضعفة في كده وفي كده. يبقى خاين. وهل هو هيستمر ان هو يبقى خاين، ولا الموضوع سهل وعادي وعجبه فهيستمر؟ طبعا في نقطه تحول، ان في هل هو لا ممكن يندم ويرجع، ولا ما وغلطه ونعتبرها غلطه هي مش هتنساها ومش هتقدر تتداوى منها، بس هتتناساها لو ما اكتشفتش. لا هو ولو اكتشفت ولو ممكن تتناساها. طب لو ما اكتشفتش؟ لا لو ما اكتشفتش ربنا يكون في عونها، هو هيستمر عادي. لا ممكن برضو في رجاله ممكن ما تستمرش. ده فين دول؟ شكلهم ايه دول؟ ان شاء الله. لا والله بس ما اعرفش يعني، هي عامه لو الموضوع متسهل قوي بالنسبه له هتبقى لعبه يعني. هو يعني هيخسر ايه؟ الست الزوجه عندها حدس خاص بجوزها، ما ينفعش ان هو يبقى بيخونها وما تقدرش ما تبقاش عارفه. ممكن زي ما انت قلتي ما تبقاش واخده بالها او تعمل نفسها مش واخده بالها، لكن لو هو بيخونها هتبقى عارفه كويس قوي. خلي بالك بقى من الست اللي بتعمل نفسها مش واخده بالها. ايوه دي صح، دي اكتر واحده تخلي بالك منها. لان هي بتخزن حاجات كده، بيبقى عندها ايه الميموري كارد، عندها عماله تخزن 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 حاجات. بتبقى سريعه الغضب ومش سريعه الانفجار يعني. هي بتاخد وقتها. اللي تتنرفز بسرعه وتزعق بسرعه دي كيوت، دي غلبانة جدا يعني، حافظ عليها. انما بجد اللي بتشيل جواها وطول الوقت متجاهلة الموضوع بتبقى بتفكر في حاجة تانية خالص بقى بعد كده ترد بيها. طيب سلافة، انت كان ليكي روايتين قبل كده على الانترنت سنة 2011 زي ما المعلومات كده بتقول، احلامي المزعجة وامير ليلى سنة 2014. ايوه كلميني عندها وعندها كده في عجاله. في عجاله. احلامي المزعجه كانت بالنسبه لي اول حاجه اغامر ان انا انزلها على النت، ان انا اشوف ردود الافعال وهل انا فعلا يعني بعرف اكتب ولا لا. وبصراحه ردود الافعال عليها كانت كويسه. ده يعني على الانترنت الروايه. على الانترنت كانت ردود الافعال كويسه. كمان كل ما كنت النظام النشر الالكتروني غير النشر الورقي خالص. ليه؟ بتعرفي رد الفعل اول باول ساعتها. وبعدين بننزل الروايه على اساس الفصول، فكل فصل بيجي لك رد الفعل عنه في وقته. اول ما ينزل زمان خالص يعني من غير الخوض في التفاصيل كانوا بيعملوا كده، كانوا بينزلوا كان حاجه كانوا بينزلوا ايوه انترفلز الاسبوعيه. الروايه بتبقى كان اسمها على انترفلز على عشان كل مره اسبوعيا بتنزل يعني حلقه بيسموها حلقه بالظبط. لكن النشر الورقي مختلف خالص، ما بيجيلكيش رد الفعل غير بعد ما الكتاب ينزل وبعد منه بوقت. فلما لقيتي رد الفعل حلو وعملتي بقى امير ليلى. عملت امير ليلى، بس هي امير ليلى اخذت وقت اكتر من اللي هي كانت المفروض تاخده، لاني انا ساعتها كان عندي يعني ظروف شخصيه وكده، فاخدت وقت معايا طويل. امير ليلى هي اللي ادتني الدافع ان انا اقدر انزل كتاب ورقي. ايوه كتاب ورقي. انا بحييكي اولا، يعني مواضيعك لطيفه اللي انت كتبتيها سواء على الانترنت او الورقيه. خيانة واي فاي ان شاء الله هيحقق الرواج اللي انت بتتمنيه واكتر. جماعه خيانة واي فاي موجود في المكتبات مش كده؟ أيوة. خيانة واي فاي لسلافة محمد الشرقاوي موجود في المكتبات، نقراه ستات ورجالة كمان عشان يعرفوا الستات بتفكر ازاي، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة. يا رب. سلافة انا بشكرك جدا جدا وبتمنى لك التوفيق، ويعني بحييكي. كل سنة وانت طيبة النهاردة، عيد تحرير سينا. ومصر كلها طيبة يا رب، وان شاء الله يحفظ مصر والمصريين.